والله فكرة البرنامج، الفكرة ان احنا كنا عايزين نعمل برنامج كوميدي هنا، يعني في التيم كله كنا عايزين نعمل برنامج كوميدي فكرته مختلفة شوية، ان هو بيتكلم على حاجات مش راهنة، مش احداث راهنة، بيتكلم على حاجات ايفرجرين، اللي هو عايزين نتكلم على مواضيع مختلفة. زي يعني مثلا من الحلقات الجاية هيبقى فيه عن التعليم، هيبقى فيه عن الصحاب، هيبقى فيه عن الكورة، فاللي هو ان احنا بنتكلم على مواضيع بتهمنا احنا كمجتمع مصر وبنعالجها بطريقه مختلفه، يعني بنحاول نشوف معالجه مختلفه للموضوع، اللي هي المواضيع اللي بتتكلم عليها هنا اسمها ايفر جرين. فقررنا ان احنا نعمل برنامج كوميدي مختلف شويه، شبابي شويه، ان هو يبقى اسرع، الريتم بتاعه اسرع، ان هو يبقى مدته اقل من مش 45 دقيقه 25 دقيقه. اسم البرنامج، الفكره ان احنا برده ما قررنا نعمل البرنامج ده، هي الفكره ان احنا طلعنا بالفكره الاول بعدين عرضناها على ام بي سي، وام بي سي اشترت البرنامج. فكره ان انت تسمي اسم برنامج ان هو على اسم بني ادم، مش عشان هو مش افيه طويل خالص، هي الفكره ان احنا كنا عايزين نعمل برنامج ان هو البرنامج كانتيتي قايم بنفسه، ان هو ليه شخصيته، ان البرنامج نفسه ليه شخصيته، مش قايم عليا انا، هو قايم بشخصيه البرنامج اللي هو اشرف، يقدمه ايمن، ما اشرف يقدمه فلان، ايا كان مين فلان، فهو البرنامج ان هو برنامج هو اللي شخصيه. عشان اسم، يعني اسم اشرف هو مبدئيا اسم غريب شويه، وكسبنا كل اسمهم اشرف كجمهور، يعني اي حد اسمه اشرف بقى عنده برنامج بتاعه. هي الفكره الاساسيه ان هي زي ما بقول لك في كذا سبب، ان دلوقتي في برامج كوميديا كتير بتتكلم على الاحداث الراهنه، وفي يعني مثلا منهم ابو حفيظه واقف، وابله فهيده بيتكلم على احداث الراهنه، اسنال بيتكلم على احداث الراهنه، عمرو راضي ما صحش كده بيتكلم على احداث الراهنه. البرنامجين الوحيدين اللي ما بيتكلموش على احداث الراهنه برنامجنا وبرنامج احمد امين، غير كده كله بيتكلم على احداث الراهنه. دي الفكره الاساسيه، ان هو موضوع يبقى فيه اللي هو الراندمنس، العشوائيه بتاعه، ان انا مش عارف ايه اللي هشوفه بعد كده. فدي الفكره الاساسيه اللي احنا وصلنا له، ان احنا لسه برضو بنطور في شكل البرنامج، ان هو عشان نوصل لحاجه المثاليه، ان هو اكتر حاجه تعجب الناس، فهي دي اللي احنا لسه شغالين فيها. بس غير كده ان هو الفكره الاساسيه ان هو قايم على الفضول، ان انا عايز مستني اعرف ايه اللي جاي. موضوع بقى الاستظراف والقلش والحاجات دي، احنا كمصريين بنحب القلش، احنا كمصريين بنموت في القلش، احنا اي حاجه بنقلش عليها، مصايبنا بنقلش عليها، يعني احنا بنموت في القلش. فهي ان القلش، في فرق بين القلش والاستظراف، القلش حاجه والاستظراف حاجه. الاستظراف مش حلو، القلش لا حلو، فاللي هو القلش احنا بنحب القلش. احنا كمصريين احسن قلاشين في العالم.